تحدثت معظم الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء عن نتائج الاستفتاء حول مشروع التعديل الدستوري. بلغة الأرقام افتتحت جريدة البلاد صفحتها الأولى بعنوان 66.80% صوتوا بنعم للدستور، وتشير الجريدة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء حول الدستور الجديد بلغت 23.07%. في نفس السياق كتبت جريدة النهار نعم للدستور بنسبة 66.8%، وأوردت اليومية تصريح رئيس المجلس الدستوري بعدم تلقي أي طعن بخصوص الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. دائما بلغة الأرقام اختارت الجريدة الناطقة باللغة الفرنسية المجاهد عنوان نعم بـ 66.8%، مشيرة إلى تأكيد رئاسة الجمهورية عن أن نتائج الاستفتاء تعبير حقيقي وكامل عن إرادة الشعب. نعم للدستور الجديد هو ما عنونت به يومية المساء، مضيفة عبر تصريح رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن الأصوات حقيقية وأن الأرقام تعكس الشرعية والنزاهة. نفس العنوان اختارته يومية النصر، نتائج الاستفتاء تعبير حقيقي وكامل عن إرادة الشعب، وهو ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية بخصوص النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب. يومية الإكسبريسيون كتبت عن الدستور الجديد مشيرة إلى تأكيد رئاسة الجمهورية باحترام تعبير الشعب عن رأيه بخصوص المشروع.